التفاصيل الكاملة لخلاف أشرف مع عنبر، طرد ومشدة كلامية. شهد مؤتمر نقابة المهن التمثيلية بملف تشغيل النقابيين بالمسلسلات خلاف بين الفنان أشرف ساجي والفنان عنبر بسبب موقف وصفته الأخيرة من مهين. قالت عنبر: دكتور أشرف عامل مجهود كبير جدا، وقف بجانب أعضاء النقابة كلهم، مش عيب إن الواحد يجيله مشهد، لكن راعي أدمية الفنان، تاريخه، أعماله السابقة عشان ما يحسش بالإهانة. أنا ليا أعمالي، مش معنى إني قعدت 4 سنين في البيت ما نراعيش أعمال وتاريخ الفنان. أنا طول عمري ست بتحترم نفسها وتحترم الكل. وتابعت وقالت: مش بعترض لو تعرض عليا مشهد واحد في عمل ويكون مشهد مصر ومؤثر، لو قدمتني بشكل كويس. في مواقف سابقة ما رضيتش أتكلم فيها. قاطعها الدكتور والفنان أشرف زكي وقال: النقابة من وفرت لك الدور والعمل وليس زميل بعين. أنت بدأتي بداية أنا متحافظ عليها. المهم كنت قلتي في البداية: أما بنعمة ربك فحدث. أنت بتعملي دور مهم في مسلسل مهم. شكرا لحضرتك.